لا غير احكي تو انتم تشتغلوا في الكهرباء والله والله متطوعين في ضيونة ما فيش ضيونة تكلمك عليهم اليات المدينه بالكامل اتجه شرق وغرب شمال لا شمال غرب جنوب تمام ما فيش اليات قاعدين نخدموا في ما تخش تشبح حجر الرجل ما تزين تشبح هذا مشان كلها محرقات طب الصور مشان بقى تو الثوار مش مساعدين في شيء والله لحد الان ما في شيء مساعده من الثوار في الضي والله في كل حاجه في كل شيء معقوله والله في كل شيء هذا مهم عرب صرف هذا مزرع فيه معرب طبعا الثوار حتى المعدات يعني اخضر نتمنى يعني في حد النصب معاه ما انت تو انت تحكي لي على المعدات انت لما قلت لي الثوار ما ساعدوا شيء معناها لا جابوا اغاثه لا جابوا وفروا بنزين لا اغاثه لا بارك الله فيك جميع من جميع المدن الاغاثه جت من جميع اغاثه من جميع المدن يعني بصراحه يعني بالنسبه للاكل والشرب لكن الانسان اكل وشرب هذا ما هوش كل شيء نبوا الاناره نبوا النظافه بالذات النظافه في المدينه سيئه جدا لا الناس ما تبيش تدوي خايف ما يشاف فاهم الوضع جديد هاي سبب ما زين كل اللي زميله يقول لك انا خايف مانيش زاوي خايفين ما يحسبوش انها حريه مزايا حرارته الناس خايفه من الدو ما يحسبوش البلاد تحررت ان شاء الله خير مش تصوير هذيك والله نجينا لجنة تحوط هالسلاح اللي قاعد مروح له هذه قضية تهاون قاعد مش مفزة هذه تهاون مش مفزة قاعدات كيف هذه ثلاث فنادق ولا أربع شدد طب أنت مع عرب صرت السؤال اللي يدور عند الناس شنو اللي كان عند الناس على الفكرة عليها الثورة هل يعني هل اللي كان يقول فيه الطاغية المنتهي هل كان هو اللي رسخ في ان الثوار هذوما ان هم جرذان وان هم عصابات مسلحه وقاعده وخذ من هالكلام لين تبطل الكلام هذا كنتم مقتنعين به؟ لا ما عفوا لو جت المساله سلميه بدون القتال طبعا انا هذا ما نملك في الدنيا انت هو الحوش والسيار هذا ما نملك في الدنيا لو جت المساله سلميه راهو القوى عرب صرت كلهم في انتظار لكن قصدي تو باهي لا اول تعرف انا حوشي اول يوم انحرق باهي نسالك على حاجه حتى وان كانت فكرتي يعني حوشي اول يوم انحرق شنو هذا اللي نبي في الدنيا الحوش والسياره وعد النزول باهي انا نسالك حاجه وجاوبني هل هو خلى فيها سلميه؟ والله من ما شوف جاوبني في هذه لا لا عفوا هو خلى فيها سلميه عفوا طبعا القتال انا ما نقدرش أنا ما عنديش انتماءات سياسية يعني لا قبل ولا تو ولا نبي أنا حاجة واحدة ما اللي فرض حمل السلاح على الناس؟ لا أنت بتحرجني عثمان احكي لنا عن المنطقة شوي اللي قاعدين فيها هذه منطقة الزعفران تعتبر منطقة فيها أكثر شيء نعمة هنا أكثر السكان تعرف أكثر شيء في جامعة بالعمارة وانا جامعة قديمة من قبل الثورة من قبل وانا ثورة الطاغية من قبل واجد جامعة قديمة والناس علي حالهم من رقاد الياح هذا ما هم شعورهم لا بالقدافي لا غيره ناس اليوم يوم هكا رقاد ناس يرعوا كيف نقولوا عنده اللي عنده في اللي عنده سعي وفي اللي عنده محل علي حاله كانت في مقاومة يا عثمان كانت في مقاومة بما أن رقم 2 جنب علي طول والقدافي كان في وين؟ في رقم 2 جبال بتكون مقاومة كبيرة كانت هذا هو نتيجة الدمار اللي صار تو نتيجة المقاومة هذه اللي صارت يعني كانت أول شنو رقم 2 جنبها من هنا بتصير مقاومة كبيرة عشان القدافي موجود هنا
السلام عليكم. احكينا شو اللي سهر لك؟ انا هذا تفرجت في فيلم من دمه وعندي 7 صغار 8 عائلة كلها 8 وسبب البرنامج هذا بتاع الطاغي تو شنو؟ هني تعرضنا هني طبعا قعدنا في المساكن من ضمنها بين عمي جيراني هني اولاد عمي اولاد اخواني عرفتهم وصبرنا بعدها خلاص ما عادش قدرنا محوسين بالسيف هني باهي تو ما دركمش اي حل من مسكن واحد اخر ولا؟ ما درناش ما عندناش مسكن هذا مسكننا الوحيد 15 سنة واحنا نبنوا فيه بالطوبة يلا باش وصلنا لعند مازال ما تم نشوف ما فيش باهي في المساكن نتاعت اللي يحطوا فيه النازحين في جهه مصراته غادي ما مشيتوش غادي لا ما مشيناش احنا مشينا غير في مزرعه واحد تاخذ ايه طالب من المزرعه باهي ما تلاقيهمش انك تمشي غادي وين نمشي غادي المساكن اللي دايرين عند عرب مصراته للنازحين طبعا ما نلاقيهمش لان عندي هنا ملاك عندي حيوانات قصدي على الاقل الفتره المؤقته هذه والله هم قبل وزعوا علينا الحشان هذا ايه باهي واليوم قالوا لا اختلفوا عليهم على اساس ان ما شجلهم الناس اللي مضررين زي حالاتنا هنا اذا كان في حل دور النحل هذا هو نطلب احنا من المجلس ولا من المطاعم على اساس يدير النحل على الاقل دبرنا في مساكن يدير لنا صيانه السياره ممكن ما يصيرش منها لان الحوش مهالك كله شوف فيه انت الحوش كله قضايا مهالك من كل تركينه من ضرب من قدام من هنا من هنا انا هي مواجهه من الخلف عرفتوا يعني هم الثوار جايين من الخلف الثوار جايين من الخلف والضرب جاي من قدام ما عرفناش هنا الضرب فينا من كل تركينه عرفتوا يعني تو الكتايب اللي كان في حي رقم 2 هن اللي يضربن اساسا هو بين الضرب انت من جاي شوفها جاء من هنا لما قعدنا صغرنا فيه هم يقاوموا من هنا وهذا يقاوموا من هنا هذه نهاية الزعفران هذه لكن يدل على أن نهاية الزعفران في مقاومة هذه رقم 2 يعني شنو الكتائب كانت هنا والمقاومة طلعت من هنا أو نهاية الحوش في النص حاصل شو بيكون بتكسر بسبب كتائب يضربوا من هنا والثوار بيردوا هنا على الطاغية قاعد هنا رسمي هنا راهو سبب الطلوع لا في تنزيل لا في شيء ما لا في تموين لا في من رمضان يعانوا معه ما فيش حاجه من شهر رمضان كله يكذب عليكم كان قال لكم في حاجه هني يعني سرتوا ما في شيء شنو وضع باي وضع الاغاثه ووضع الطبي ان في حد مهتم بالحاجات هذينا يوصلوا في الاغاثه مثلا الناس والله الاغاثه حسب حاجتك ارفع غاثه لغتها باهية معقولة لغتها اللي جت من المصرات وجت من الجهات الغربية معقولة بقى الوضع الطبي شنو فيه مستشفى مفتوح فيه حاجة تخدمكم فيه مستشفى بيسينا وفيها مستوصفات في جارف وفي بلاتين أربع خوف ربي يكون في عونك إن شاء الله
السلام عليكم. هذه منطقة تاع رقم 2، أكبر مقاومة صارت في ليبيا في المنطقة هذه، كان فيها هنا طاغية، أنا في رقم 2، كانوا منتشرين الكتائب هنا بشكل غريب، يعني بشكل غريب في المنطقة هذه اللي تأمين حياتها هنا منها غادي في العمارات تاع رقم 2 اللي كانت فوق من القناصة، وأنت أنك شبحت بروحك المقاومة اللي صارت، الثوار واجهوا صعوبات. المنطقة تقريبا ما عادش تنفع ما دمرت بالكامل. والله شبه نقول لك ان في حجان سليم وفي حجان متدمرة، ما نقولكش كلها يعني، لكن في حجان متدمرة اكثر من السليم. في حجان يعني ما صار فيها شيء، اضرار بسيطة، وتصيب في حجان فدمار كامل. في حجان توزيع يعني اضرار بسيطة، تلقاها رصاص كيف تاخذها، اضرار بسيطة رصاص يصيب، وفي حجان دمار تام وصل الى الفضاء. اعاده صيانه من تو لضي لميله. والله هو اللي تو اللي عند الوقت الحالي ما هنا في رقدين يصينوا في الضي او تشبع فيه، ما فيش ضي باذن الله. ان شاء الله اليوم الجاي والتوار يساعدوا فيهم مع الضي والميه، وان شاء الله في تحسنات ان شاء الله. مجلس سرته وقاعد الساعه يساعد فيهم، لكن حسب ما قالوا انه امكانيته ضعيفه، ضروري من تدعم المجالس الثانية. والله ضروري مجالس ثانية من دعم. أوكي. لكن هي يعني هذا وين تريحت البلاد، تعتبر هذا وين تريحت. ما زال هم بداش المجلس، هم قامت تعين، قالوا لي تعين أساس النامس، تعين مجلس كامل كامل. يعني شنو هو هذا وين تعين مجلس يبغى في يوم هنا، فتطول الفترة شوية عاية في الكلام، والناس ممكن تشد بيه الكلام ذا كله من هناك فحوش في يوم نرجع لهم. أنا مسكنا الطاغية تمنى. اسمك شو اسمك؟ بسيط فرجة بيزي لهم طاغوة كب أمشي من البحر. السلام عليكم. السلام عليكم. شو لا رقم 2، نهاية رقم 2 هون العمارات زينة، صارت منهم مقاومة قوية للثوار، كانت فيها كذا غدافة فوق قناصة، كانت قناصة فوق منهم تحمي هون تحميه هو من الظهر، ظهره هو كتائب. وهذه العمارات اللي قاعدين فوق منها هم كانت تضرب يضربوا في الثوار هون اللي قاعدين على البحر، متمركزين على البحر وبيقدموا البحر ووصلت. ولكن ربك كل واحد اعطاه حل، هذا الطاقة النهائي اذا بتهت، وما دامين الناس تتعاون معانا على الكلمة هذه وتفهمها، اي واحد ينضرب حوش ان شاء الله في تعويضات، وان شاء الله نقول ما في الا كل الخير قدام ان شاء الله.
تعرفوا بك خوي؟ علي عمر احمد. مرحبا بك. الحي اللي قاعدين فيه نحن شنو اسمه؟ حي رقم واحد هذا ما يسمى بموت مرسلة المركز. في عهد الطاغية. الحي هذا غالبية سكانه من وين؟ غالبية سكانه من أهالي مصراتة يعني. كانت في مقاومة للثوار قبل ما يجوا. قاوموا الثوار ولا كانت في مقاومة؟ قاوموا الثوار ولا؟ لا ما قاومت. كانوا يستعدوا إن هم. أكيد هذا باعتبار أول حي يعني منتفض في مدينة سرب. هذا أول حي انتفض في المدينة. لأنتوا نحن لما تجولنا في الحي رقم 2 ضرر منش واحد في الحي هذا. غالبية الضرر من تقريبا من 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 قوات الطاغية يعني اللي كان حسب ما فهمت إنه يقصد فيه بالهاونة. أكيد طبعا. عاش بارك الله فيك. اسمي خيري الهادي أبو جافية. مرحبا بك. من سكان حي رقم واحد، حي المنطقة الأولى رقم واحد. احنا جولنا تو في حي رقم 2 وجينا لحي رقم 1. الاضرار هنا ما هنش كيف الاضرار غادي شن تم الحي هذا يعني شن طبيعة سكانة من وين؟ سكانة 90% مصراتة، من قبائل مصراتة، كل 90% سكان قبائل مصراتة. والاضرار بالنسبة للاضرار اضرار من الكتائب مش من الثوار ولا شيء. أغلبية الأضرار اللي موجودة في المنطقة من الكتائب القدام اللي قامت بعملية تدمير المنازل وحاولت أنها تقتحم المنطقة بالكامل. أنت منزلك شنو فيه من أضرار؟ منزلي مضروب بالهاون ومضروب براجمات. الثوار اللي وصلوا لحي رقم واحد من وين جايين؟ من المنطقة الشرقية. ثوار المنطقة الشرقية. شن كانت معاملتهم لهذه؟ كانت والله معاملتهم كويسة الحقيقة. عموما يعني بصفة عامة الوضع المدينة، هل مقصرين الثوار مع المدينة؟ والله يحاولوا يسعوا، والإغاثات كانت جينا قريب يوميا بمجهوداتهم يديروا فيها حسب إمكانياتهم. ترى وين كانت على الرجمة؟ تخش داخل تلقى الدمار راجمة جهة الرجال من غادي. تخش داخل الحوشين الدورين يعني ان الراجم هم قتل الحوشهم وتشت النار. اثر الراجمات دمرت هذا قبل لا يوصلوا المنطقة الشرقية والله دخلت من عن طريق النافذة كي دخل الراجم ودمرت المنطقة هذه وتشت النار فيه. ربي يعوضكم خير إن شاء الله. إن شاء الله يعني حتى الحوش الثاني مضروب من الجهة الثانية والحوش هذا مضروب، كل المضروبات. وهذين من؟ من الكتائب، هم اللي ضربت الحوشان. غازي ما حال الكتائب، انت في الكتائب. الكتائب القدافي واضحه، ما فيها، ما عندك مدير مش الثوار. بارك الله فيك. بارك الله فيك. حوش عند الصفروني اللي استشهد منه هنا خالد الصفروني في شارع طرابلس، طلع في عائلة مغربية هنا حيش شارع طرابلس في مصرات. سمعوا به أهله بدور عزيه كتاب، قالوا لا بدور شازه هنا. بعدها هنا عرفوه متواصلين مع التوار علي الصفروني، عرفوه متواصلين مع التوار جون جن الكتائب، ضرب ولد وسام مطلوب وسام الصفروني مطلوب، ضربه بالرصاص قدام باب الحوش، فر فيه بالرصاص، استشهد وسام الصفروني. وبعد جن السيارات هون 23 و14 وكيف تشبح فوق بالار بي جي ضربت، والعائله فصل من الحوش. عائله شوف الكتائب اللي قدام كيف دارت العائله فصل الحوش وهم يضربون فيه.
في قانون في دولة صارت ما صارتش قبل اللي راه في عهده هو بس دار حتى العهد هتلر ولا غيره ما اعتقدش دار عائلة يضرب فيها وسط الحوش ما هناك شيء دار في عهده هو مش عارف وانه باغي ليش في ناس معاه مانيش عارف عقب باغي وعائلة معقولك حوش دام يعني وين تو الناس اللي مفروض برق للعائلة عائلة معقولة في حوش يقعدوا يطبوا فيها بالرصاص هذه ما هناكش قبل هذه ما صارتش في تاريخ بوك أول مرة تصير في التاريخ عنده تلتقوا بك يا حاج عرفنا بنفسك أنا محمد حسن الزين سكان سرة عبد الناصر مفتاح الزين شو تحكي لنا يا حاج على اللي صارت بعد 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 ما بعد بعد ما تحررت شن الأوضاع اللي كده تعاني منها الناس الأوضاع اللي تعاني منها الناس قلة الخدمات والإضاءة ما فيش الإنارة ما فيش والمياه ما فيش والبلد تبي خدمات وما فيش أي حاجة تبي دمار واجد في كل مكان في الشوارع وفي الأماكن يعني حاج نحن بالعامية نقول سرت إن هي مدينة منكوبة والله شبه منكوبة يعني البنية التحتية كلها مدمرة صعب انك تبني تقريبا انا صعب انك تبني مدينه في اسبوع ولا في شهر لا ما زال تاخذ وقت يعني معناها الحل توفير مساكن جاهزه في مناطق اخرى الحل الوقت الحالي للسكان لابد من مدارس ما فيش لابد من سكن في اضاءه تبي لها فتره تاخذ فتره باش ترد الاشياء لبعضها المدارس والمستشفيات ما فيش يعني اسلم حل تقريبا في هل توافق عليه الراي انه يتوفر مساكن جاهزه خارج في مناطق سليمه في سرت احسن شيء الخريطه